من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة منوعة من برنامج صحفتكم، هذا البرنامج اليومي الذي يستعرض لكم أهم أخبار مملكة البحرين والتي طلعتنا بها الصحف المحلية في طبعاتها لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للثامن والعشرين من شهر أغسطس لعام 2018، وإلى أبرز ما جاءت به الصحف من عناوين. حملت صحيفة أخبار الخليج العديد من العناوين: الملك لدى استقباله رئيس بعثة الحج، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على النجاح الكبير لموسم الحج، رئيس الوزراء يوجه لا تعامل إلا مع الأدوية ذات الجودة العالية، برلماني مصري لأخبار الخليج: الدول الراعية للإرهاب تخصص موازنة ضخمة للتحرك داخل البرلمانات الدولية، هدفها الأساسي الإضرار بمصالح الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب، رئيس جمعية العقاريين: حظر بيع الشقق على الخريطة سيزيد من الاستثمارات العقارية. هذا ونقرأ من على صدر صحيفة الوطن: رئيس الوزراء يوجه بتأهيل البنية التحتية في جنوسان، مليارات دينار قيمة مشاريع معرض البحرين العقاري، فتح باب التوظيف المؤقت لتنظيم انتخابات 2018. ومع صحيفة البلاد والتي عنونت لهذا اليوم: التاسع من سبتمبر أول يوم دراسي للطلبة، المركزي يلزم البنوك بمعايير جديدة للسيولة، البحرين ملكة الذهب عربيا، وأخيرا نطالع من صحيفة الأيام: رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، البحرين تعرضت لإرهاب ممول من الخارج، ترتيب الشرق الأوسط وأمن باب المندب أبرز المناقشات، حوار المنامة في 26 من شهر أكتوبر القادم. بعد عرض العناوين نتحول الآن مشاهدين معكم إلى أهم ما نشرته الصحف المحلية، لنقرأ أن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى افتتح رسميا شركة المغامرات بمجمع غاليريا مول، إحدى الشركات العالمية بأوروبا وأمريكا ودولة الإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في ممارسة التسلق الرياضي داخل قاعات مجهزة وآمنة. نقرأ من صحيفة الوطن أن الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق الدكتور ماهر الشعر كشف عن بدء أعمال التشييد في سوق المباركية بديار المحرق خلال سبتمبر المقبل، حيث سيكون السوق منظما جدا ومكيفا وبطراز معماري تقليدي، ومن المتوقع أن تصل الكلفة الإجمالية للمشروع 30 مليون دينار. لفتت صحيفة الوطن أن موظفي شؤون الجنسية والجوازات والإقامة استقبلوا عدداً من حجاج بيت الله الحرام لدى وصولهم إلى مطار البحرين الدولي بالورود، وذلك بعد إتمام فريضة الحج وعودتهم سالمين غانمين إلى أرض الوطن. ننتقل إلى صحيفة أخبار الخليج لنقرأ منها أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني أعلنت عن فتح باب التوظيف المؤقت في تنظيم الانتخابات النيابية والبلدية القادمة المقرر إقامتها في شهر نوفمبر لعام 2018، ومن شروط التقديم أن يكون مقدم الطلب بحريني جنسية وألا يقل عمره عن 20 عاما وأن يكون اسمه مدرجا في جداول الناخبين.
إلى ذلك، لفتت صحيفة أخبار الخليج إلى أن الدكتور خليفة الفاضل أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كشف بأن المؤسسة الوطنية بصدد تدشين نظام متكامل لإدارة المكالمات التلفونية الخاصة بتلقي الشكاوى والاستفسارات، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من قبل فريق خدمة العملاء. كما ونشرت الكاتبة نجاة شويطر مقالا في صحيفة أخبار الخليج بعنوان كيف تكون شخصية فاعلة ومؤثرة، تحدثت فيه عن الشخصية ذات القدرة على التأثير في محيطها الاجتماعي والتي يسعى الناجحون إلى الحصول عليها. إليكم المقال بصوت الزميلة عبير مفتاح. هناك الكثير من الأسباب التي تدفع الإنسان إلى جذب انتباه الآخرين والتأثير فيهم، منها الرغبة في تجنب التجاهل والاستبعاد، السعي إلى جذب زملاء العمل والرؤساء والمرؤوسين للانضمام إلى فرق عمل ناجحة، جذب انتباه رؤساء العمل للحصول على ترقيات وحوافز ومنح. ومن الأمور التي تساعدك على اكتساب شخصية محبوبة ومؤثرة، أولاً الذكاء العاطفي، فإذا استطعت تحقيق التناغم والتآلف بين ما يشعر به الآخرون، فإنك ستكون موضع اهتمامهم أكثر من أي شخص يتسم بالسطحية في تقييم المشاعر والحكم على الآخرين. ثانياً الاهتمام بالآخرين، فإذا كنت تريد علاقات ممتازة وإيجابية بينك وبين الناس، فإنه يجب أن تعطيهم قدراً حقيقياً من الاهتمام ليبادلوك نفس القدر من الاهتمام. ثالثاً، كن مستمعاً جيداً. كلما زادت قدرتك على التواصل مع الآخرين عن طريق مهارة الإنصات، فإنك تستطيع أن تبرهن لهم مدى اهتمامك الحقيقي بهم، وبذلك تزداد قبولاً وحضوراً. أول إلى صحيفة الوطن والتي نشرت في عدد هذا اليوم أن وزارة الصحة بدأت بالتحضير لتنفيذ الحملة التطوعية للتوعية بمرض سرطان الأطفال بعنوان أطفالنا كالذهب، والتي تنظمها مبادرة ابتسامة للعام الخامس على التوالي بهدف نشر الوعي بمرض سرطان الأطفال لدى مختلف شرائح المجتمع في مملكة البحرين. نطالع من صحيفة الأيام أن وزارة التربية والتعليم تستقبل المدارس الحكومية بجميع المراحل الدراسية أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية يوم الأحد القادم الموافق للثاني من شهر سبتمبر القادم. نطالع من صحيفة الأيام أن إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة التربية والتعليم أعلنت بأن الأمانة العامة في مجلس التعليم العالي استقبلت مجموعة من الطلبات لجهة ترخيص إنشاء مؤسسات تعليم عال خاصة في المملكة، إلى جانب طلبات لاستحداث برامج أكاديمية جديدة فيها. وبقلم الكاتب إبراهيم نور نقرأ مقالا في صحيفة الأيام بعنوان جهود جبارة وراء نجاح موسم الحج، والذي تحدث فيه عن ما بذلته المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي تعتبر محل تقدير من جميع المسلمين في شتى بقاع الأرض. وقال الكاتب إن المملكة تعمل على تسخير كل إمكانياته وقدراتها المالية والمادية لخدمة الإسلام والمسلمين وتمكين حجاج بيت الله الحرام من تأدية فريضة الحج وزيارة الأماكن المقدسة بكل يسر وسهولة. وأكد الكاتب أن النجاحات العظيمة التي حققتها المملكة هذا العام كانت مميزة بمعنى الكلمة، وقد شهد عليها القاصي والداني. نختتم أخبار الصحف مع صحيفة الأيام والخبر الذي يبين أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية قد بدأت بالهبوط تدريجياً بالتوازي مع انخفاض الأسعار العالمية جراء انتعاش الاقتصاد الأمريكي وارتفاع أسعار الدولار، وأدى ذلك إلى مضاعفة الطلب على شراء الذهب وزيادة الإقبال عليه بنسبة تصل إلى 50%.
وأخيراً لفتت صحيفة البلاد إلى أن مصرف البحرين المركزي ألزم البنوك المحلية بمعايير جديدة للسيولة المالية أكثر تشدداً في خطوة لتعزيز ملاءة القطاع المالي وتحصينه ضد التقلبات المالية العالمية. وفي مسك الختام نبقى مع صور لفن الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف المحلية الأربع. وصلنا إلى ختام برنامج صحفتكم لهذا اليوم، دمتم في حفظ ورعاية الرحمن.